أسطول من السيارات الرسمية يصطف في مطار هيثرو انتظاراً لوصول زائر أجنبي هام. التاريخ 20 من شهر أكتوبر سنة 1975. هارولد ويلسون رئيس الوزراء البريطاني كان بين الرسميين الحكوميين الذين جاءوا لتحية الزائر، وكان في الانتظار أيضاً ممثل جلالة الملكة إليزابيث صاحب السمو الملكي دوق غلاستر. أما الزائر فقد كان شخصية لها مكانتها الخاصة لدى البلد المضيف. إنه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد والنائب الأول لرئيس وزراء المملكة العربية السعودية في أول زيارة له للمملكة المتحدة. هذه الزيارة التي تدوم 4 أيام جاءت في أعقاب زيارات رسمية متبادلة قام بها وزراء البلدين لتمهيد الطريق لمزيد من التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. لقد كانت زيارة سمو ولي العهد السعودي نقطة تحول هامة في تطور العلاقات بين البلدين، وهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية للجانبين، وانعكس ذلك في استقبال كبار رجالات الحكومة البريطانية للوفد السعودي الكبير. إن الاستقبال الذي لقيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد منذ اللحظة التي هبط فيها من على سلم الطائرة وخلال فترة زيارته القصيرة لم يكن مجرد استقبال رسميا فحسب، وإنما كان استقبالا حارا تعبيرا عن صداقة بريطانيا الحقة والطويلة مع المملكة العربية السعودية وأسرة آل سعود المالكة. يرجع تاريخ هذه الصداقة إلى الأيام التي أرسى فيها الملك عبد العزيز آل سعود قواعد المملكة قبل ما يزيد على 70 عاما، ومنذ ذلك التاريخ تعرف عدد كبير من الشباب السعودي على مدينة لندن من خلال التعليم والأعمال التجارية أو قضاء الإجازات فيها. وقد كان عدد من هؤلاء الشباب ضمن أعضاء الوفد السعودي الذي رافق سمو الأمير فهد، ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والصناعة. بعد مراسيم استقبال قصيرة في المطار تحرك الوفد السعودي يصحبه مضيفوه البريطانيون للقيام بجولة في مدينة لندن، وكان في انتظار الجانبين سلسلة من المحادثات المكثفة تشمل العلاقات الثنائية كالمجالات التي يمكن لبريطانيا المساهمة بها في برامج التنمية الطموحة في المملكة العربية السعودية، وكذلك عددا من القضايا الدولية كالموقف في الشرق الأوسط وحالة الاقتصاد العالمي. على الرغم من أن الشتاء كان على الأبواب ولم يكن عدد السواح كبيرا، فإن معالم مدينة لندن ذات الشهرة العالمية كانت ماثلة هناك أمام أعين الوفد السعودي الزائر. هذا على افتراض أن الوفد سيجد رغم برنامجه الحافل بعض الوقت لزيارتها. ومن حسن الطالع أن عددا قليلا فقط من بين أعضاء الوفد لم يكن ليعرف مدينة لندن. ما
من بين المعالم الرئيسية قصر باكنغهام، مقر جلالة الملكة في لندن، وهو واحد من المعالم التي اشتهرت بها العاصمة البريطانية في أرجاء المعمورة. وتقف ساعة بيج بن، أشهر معالم المدينة، شامخة مطلة على قصر ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني. كان فندق كلاريج الذي يقع في وسط لندن مقر الضيافة لصاحب السمو الملكي الأمير فهد ولي العهد السعودي خلال زيارته. وكان في انتظار وصول الوفد السعودي للفندق رجال الصحافة وأبناء الشعب البريطاني المتشوقون لرؤية ضيوفهم. الزيارة الأولى للوفد كانت إلى داونينغ ستريت، حيث المقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني. وفي مساء اليوم الأول للزيارة أقام المستر ويلسون مأدبة عشاء رسمية لضيوفه. وقد رافق سمو الأمير فهد لحضور المأدبة بقية أعضاء الوفد، حيث أتيحت لهم الفرصة للقاء غير رسمي مع الوزراء البريطانيين الذين سيشتركون معهم في مباحثات رسمية مفصلة في الأيام القليلة القادمة. وقد ساد الاجتماعات التي جرت في وقت لاحق جو الود والصداقة الذي ساد حفل العشاء. حضر مأدبة العشاء الرسمية عدد من كبار الوزراء البريطانيين، من بينهم وزير الدفاع ووزير المالية. وقبل بدء مراسيم الحفل اغتنم الزعيمان هذه الفرصة ليستعرضا بسرعة برنامج الزيارة للأيام القادمة. وفي صباح اليوم التالي استقبل سمو الأمير فهد ولي العهد السعودي أول زائريه في فندق كلاريج، وهو وزير الخارجية البريطاني. وقد استعرضا الموقف في الشرق الأوسط. بعد الاجتماع غادر سمو الأمير فهد فندق كلاريج لحضور حفل غداء في الحي القديم من مدينة لندن. وهذا الجزء من العاصمة البريطانية هو المركز المالي للبلاد، بالإضافة إلى كونه واحدا من أكبر الأسواق المالية في شتى أنحاء العالم. وكان بين الجموع التي احتشدت على جانبي الطريق لاستقبال سموه، بالإضافة إلى السواح، عدد من الرجال الذين منحوا لندن صيتها وشهرتها المالية. أقيم حفل الغداء في قلب المدينة في بنك إنجلترا المركزي، وهو اليوم وكما كان لعشرات السنين بل لمئاتها قوة لها وزنها في الاقتصاد الدولي. أتاح الحفل لسمو الأمير فهد الفرصة للالتقاء بعدد من كبار رجال المال والخبراء الاقتصاديين البريطانيين، ومن بينهم مضيفه محافظ البنك. ولم يقتصر البحث على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، بل شمل أيضا الاقتصاد برمته، وهو أمر يحظى باهتمام بالغ في مركز مالي كبنك إنجلترا. ولم يقتصر الضيوف على الشخصيات الاقتصادية ورجال المصارف فقط، إذ كان بين الضيوف وزير التجارة الذي تباحث مع سمو الأمير فهد في الوضع الاقتصادي الدولي. المشكلة الثانية اللي تواجه نيويورك انه بخلاف الوضع هنا في لندن، ما يقدروا يزيدوا من الضرائب الا بحد معين الى حد معين. وقد كان لدى كل منهما ما هو جدير بالبحث. هناك مشاكل عديدة مالية في جميع انحاء العالم،
One notices that there are many financial problems throughout the world nowadays. This makes it imperative that all thoughtful and responsible international businessmen and financiers should want to find proper solutions to these problems. These solutions might not be found immediately. هذه اللقاءات القصيرة تكررت في مناسبات اجتماعية متعددة خلال زيارة سموه، وأثبت تبادل الرأي أنه مفيد للجانبين كما أكد ذلك الوزير البريطاني. قال الوزير: إننا جميعا ندرك أهمية مثل هذا الحوار كسبيل للإسهام في حل مشكلات العالم الاقتصادية. بعد الظهر جاء موعد زيارة البرلمان البريطاني، وكان عدد من أعضاء البرلمان قد شكلوا قبل زيارة سمو الأمير فهد بشهور قليلة لجنة خاصة لتعمل على تحسين العلاقات بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات. من هنا فإن زيارة البرلمان كانت فرصة سانحة لهؤلاء الأعضاء للترحيب بضيوفهم السعوديين في لندن. لكن سمو الأمير فهد لم يتمكن من الحضور لانشغاله بمحادثات مع الوزراء البريطانيين، وقد ناب عن سموه وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، حيث استقبله لدى وصوله إلى مبنى البرلمان كبار أعضاء اللجنة. لسنوات طويلة خلت كان عدد محدود من النواب البريطانيين يساندون القضية العربية في نزاع الشرق الأوسط، على الرغم من علاقة بريطانيا التاريخية الطويلة مع المنطقة. لكن الصورة تغيرت خلال السنوات الأخيرة بفضل العمل الدؤوب الذي بذلته مجموعة صغيرة من النواب الذين عملوا بصمت ولكن بفعالية لكسب تأييد المزيد من زملائهم. وفي كل مناسبة الآن تقوم مجموعة النواب هذا بطرح وجهة نظر مؤيدة للعالم العربي، وقد اشترك العديد من أعضاء هذه المجموعة في هذه المناسبة الودية. تحدث رئيس المجموعة في معرض ترحيبه بالزائر الكبير عما أتاحته هذه الزيارة لهم من تشريف وغبطة، وقال إنهم ما كانوا ليتوقعوا حدوث مثل هذه الزيارة بتلك السرعة. وقد عبر سمو الأمير سعود الفيصل في كلمته الجوابية عن أسفه لعدم تمكن سمو ولي العهد السعودي الأمير فهد من الحضور بسبب محادثاته الرسمية، ومضى في كلمته ليشكر أعضاء البرلمان على بادرتهم الطيبة. وقال سموه إنه قد تشرف بمقابلتهم، كما دعاهم إلى طرح ما يعن لهم من أسئلة حول المملكة العربية السعودية. في المساء عودة إلى داونينغ ستريت، إلا أنها لم تكن هذه المرة للاجتماع برئيس الوزراء البريطاني، ولكن مع جاره وزير المالية. ولدى توقف سيارة سمو الأمير فهد كان وزير المالية مضيف سموه لهذه الأمسية واقفا للترحيب به وبكبار أعضاء الوفد السعودي. من أهم المسائل التي كانت مدار بحث أثناء الزيارة التعاون المالي بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية، ليس على الصعيد العالمي فحسب، بل وفي إطار التعاون الثنائي، إذ أن للمملكة العربية السعودية استثمارات هائلة في بريطانيا، بينما لعبت شركات بريطانية مختلفة دورا هاما في مساعدة برامج التنمية في المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة.
إن قصر فترة زيارة سمو الأمير فهد وتعدد موضوعات البحث جعل من المستحيل على سموه الاشتراك في جميع الاجتماعات الوزارية، لذا اقتصر الاشتراك في بعضها على وزراء آخرين من أعضاء الوفد السعودي. فالاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة حضره سمو الأمير سعود الفيصل والدكتور غازي القصيبي وزير الصناعة والكهرباء، حيث عقدا محادثات مع وزير الدولة البريطاني. والمملكة العربية السعودية ليست بالغريبة عن مجموعة الدول المنتجة للطاقة، فإنتاجها من النفط يعطيها مكانة خاصة مرموقة. وقد استطاعت بريطانيا في السنوات الأخيرة أن تنمي صناعة نفطية خاصة بها تحت مياه بحر الشمال العاصفة فيما بين بريطانيا وأوروبا، إذ اكتشف احتياطي هائل من النفط والغاز الطبيعي، وستصبح بريطانيا في غضون سنوات قليلة لا مجرد مكتفية ذاتيا فحسب، بل سيصبح في مقدورها أن تنضم إلى مجموعة الدول المصدرة للنفط وإن كان ذلك على مستوى محدود. أتاح الاجتماع للوزير البريطاني فرصة طيبة لبحث مشكلات الطاقة الدولية، وهو موضوع له أهميته البالغة لدى الجانبين، كما بحث الجانبان المشكلات التي تواجه الدول المنتجة للنفط وكيفية التغلب عليها. من بين اجتماعات سمو الأمير فهد اجتماعه بزعيمة حزب المحافظين المعارض المسز مارغريت تاتشر، أول امرأة بريطانية تصل إلى زعامة حزب سياسي رئيسي في بريطانيا. وقد استقبلها سموه لفترة قصيرة، حيث كان في رفقتها الناطق باسم حزبها للشؤون الخارجية. وقد عبرت مسز تاتشر خلال اللقاء عن التزام حزبها المستمر بتطوير العلاقات بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية. وفي أمسية آخر أيام الزيارة تمت مناسبتان غير رسميتين، أولاهما حفل استقبال أقامه سمو ولي العهد السعودي بمقر إقامته في فندق كلاريج، وقبيل توافد الضيوف سجل سمو الضيف الكبير اسمه في سجل الفندق كذكرى لإقامته فيه. شملت قائمة المدعوين معظم كبار شخصيات المجتمع البريطاني ومعظم الوزراء البريطانيين، ومن بينهم أولئك الذين اشتركوا في المباحثات الثنائية. كما حضر الحفل ممثلون عن الصناعات والمؤسسات التجارية في البلاد ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية. وقد كان من بين نتائج هذه الزيارة تقوية تلك الروابط وتمهيد الطريق أمام تعاون أوثق في المستقبل بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. خلال المحادثات الرسمية التي استغرقت 3 أيام والاجتماعين اللذين عقدهما سمو ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني المستر ويلسون، تم بحث تفاصيل عدد من المشروعات بالإضافة إلى قضايا عامة أخرى. وقد نوقشت الخطوط العريضة لبعض المشروعات وتركت التفاصيل النهائية لمحادثات تعقد في تاريخ لاحق. وكان واضحا من الجو الودي الذي ساد حفل الاستقبال أن زيارة سمو الأمير فهد كانت تقترب من نهايتها الناجحة.
كان برنامج اليوم الأخير من الزيارة حافلا. أما الآن فأمام الجانبين فرصة للراحة واستعراض ما أحرز من تقدم. جناب تلا حفل الاستقبال مأدبة عشاء أقامها سمو الأمير فهد في فندق انتركونتيننتال، واحدا من أحدث فنادق الدرجة الأولى في لندن. وقد توجه سموه إلى الانتركونتيننتال بعد انتهاء حفل الاستقبال في فندق كليرج. حضر مأدبة العشاء كبار رجالات الحكومة البريطانية وأعضاء الوفد السعودي الزائر. كان حفل العشاء مناسبة أشمل من حفل الاستقبال، إذ حضره أبناء الجالية السعودية في لندن الذين جاءوا للتعبير عن ترحيبهم وولائهم لولي العهد السعودي الزائر مع اقتراب موعد اختتام زيارته الناجحة. وكانت هذه المناسبة آخر فرصة اغتنمها المسؤولون في الجانبين بعيدا عن جو الرسميات. في صباح اليوم الأخير قام الوفد السعودي برئاسة سمو ولي العهد السعودي الأمير فهد بزيارة إلى قصر ويستمنستر. لقد شهدت قاعات هذا القصر عبر السنين أحداثا أثرت في مجرى الأمور في العالم العربي سلبا وإيجابا كلما بحث البرلمان البريطاني شؤون الشرق الأوسط. وقد جاء ممثلو العالم العربي هذه المرة لحضور مناسبة سارة هي التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية. وبمقتضى بنود الاتفاقيات وافق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتطوير التجارة، وحدد الطرفان جوانب الخطة السعودية الخمسية التي يمكن للشركات البريطانية أن تسهم فيها بما في ذلك الموانئ والصناعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والطرق والصحة والتعليم، كما وضعوا أسس المباحثات في المستقبل حول هذه المساهمة. وتشكل الاتفاقيات التي وقع على إحداها سمو ولي العهد السعودي الأمير فهد ورئيس الوزراء البريطاني المستر ويلسون، ووقع على الأخرى كل من سمو الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية البريطانية، تشكل مرحلة هامة جديدة في العلاقات بين البلدين، وهذا ما جاء في البيان المشترك. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط، ويبدو أن نجاح هذه الزيارة سيؤمن استمرار ذلك. لقد جاء التوقيع على الاتفاقيات كختام للمباحثات الحكومية التي تأكد نجاحها وعملت على تقوية أواصر الصداقة بين البلدين نتيجة لهذه الزيارة. وقبيل مغادرة الوفد السعودي عائدا إلى بلاده، أقامت جلالة الملكة إليزابيث حفل غداء رسميا للوفد في قصر باكنغهام. على الرغم من أن جلالة الملكة إليزابيث لا تلعب دورا مباشرا في الحكومة البريطانية، كما أنها لا تقابل الضيوف الرسميين إلا نادرا وإلا إذا كانوا رؤساء دول، فإن دعوة سمو الأمير فهد كانت دليلا واضحا على أن بريطانيا ملكة وحكومة وشعبا تعتز بصداقتها مع المملكة العربية السعودية. وقد بدت هذه الصداقة بالنسبة لسمو الأمير فهد وأعضاء الوفد المرافق له بنفس الوضوح الذي بدت به لأخيه جلالة الملك فيصل خلال زيارته الرسمية لبريطانيا قبل 7 سنوات.
تلك الصداقة التي أصبحت أكثر رسوخا وتدعيما نتيجة لهذه الزيارة. لقد عبر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عن النجاح الذي حققته زيارة الوفد السعودي في مقابلة أجراها معه التلفزيون البريطاني. قال سموه إن الزيارة جمعت بين نشاط الحكومتين على الصعيد التجاري وفي جميع المجالات الاقتصادية. What sort of a part do you want Britain to play in this massive development plan that your country now has underway? Well, as you know, Mr. Snow, we have a very ambitious plan. ومضى سموه يقول إن الخطة السعودية الخمسية خطة طموحة وأن المملكة العربية السعودية تعتقد أن بريطانيا بخبرتها ومهاراتها المتخصصة تستطيع أن تسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الخطة الطموحة. Certainly these are things that Great Britain has very important aspects of, and this is what we hope that Great Britain will try to come into the five-year plan of Saudi Arabia and join us in achieving its targets. إن مدينة لندن كانت ولا تزال مكانا مألوفا بالنسبة لأبناء الوطن العربي، والعلاقة بين الجانبين تقوم الآن على التعاون والاحترام المتبادل. ولقد لقيت الصداقة الوطيدة بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية دفعة قوية بالزيارة الناجحة التي قام بها سمو ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود إلى العاصمة البريطانية.